نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره ونقول له الف مبروك النهارده على الفوز يا كابتن سيد، واعتقد ان النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته وبيحافظ على فارق النقاط ما بينه وبين الزمالك، والنهارده على فكره مباراه صعبه، محطه صعبه للنادي الاهلي تخطاها، اللي انت تكسب فريق سموحه في اسكندريه، فتعتبر النهارده محطه صعبه جدا تخطاها النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، تحياتي ليك طبعا. الله يخليك يا كابتن سيد. في الدوري بتبقى في مباريات يعني مهمه جدا، مباراه شرسه كمان بتبقى مهم جدا جدا ان انت تحقق فيها اهدافك يعني، يعني شو سموحه من الفرق اللي خطر جدا خارج ارضها وبره وجوه ارضها على فكره، حتى وهي بتلعب بره ارضها كمان خطر جدا. معاها جهاز فني على مستوى عالي كابتن حمدي طولان، ومعاهم لعيبه عندهم قدرات كويسه وامكانيات كويسه، وبتعرف تكسب وبقى لها فتره ماشيه بشكل كويس قوي، يمكن حوالي 7-8 مباريات ما خسروش، كسبوا 7 وتعادلوا واحده بما فيهم مباراه الكاس يعني، ففرقه يعني عندها شخصيه. لكن الحمد لله رب العالمين، ربنا كان موفق وتحديدا في الشوط الثاني بشكل كويس قوي. الحمد لله رب العالمين نهينا بشكل كويس جدا الحمد لله. قلت النهارده في نقطتين تحول في المباراه، الكوره لما كان سموحه متقدم 1-0 يا كابتن سيد، والكوره جت لحسام باولو حطها خبطت في القائم، والكره الثانيه نقطه التحول الثانيه بقى في المباراه الهجمه اللي قطعها ايفونا وعمل يعني عدى واحد على واحد مع محمود عزت وعملها بشكل جميل جدا لعبد الله السعيد، وعبد الله السعيد احرز الهدف الاول. الكورتين دول فرقوا في الماتش، ممكن نادي سموحه يتقدم 2-0 وبعد كده الكره ضاعت، وقدر النادي الاهلي عن طريق ايفونا بصراحه مجهود فردي، انا شايف ان الهدف ده 90-95% ايفونا مجهود، عمل مجهود فيه كويس قوي. بص يا كابتن كريم، المباريات الكبيره اللي بيعترفها فرق عندها قدرات كويسه سواء كان او هنا او هنا ما بتتاخدش على مجمل المباراه، بتتاخد على اجزاء من المباراه. بمعنى ان الفرقه اللي بتقدر تسيطر في جزء من المباراه ممكن يبقى 7 دقائق، يبقى 10 دقائق، يبقى 5 دقائق، يبقى اكتر من كده، يبقى اقل من كده، وتستغل التفوق ده باحراز اهداف، هي اللي بتقدر تفوز باللقاء. لكن ما فيش ابدا مباراه كبيره ما بين فرقتين عندها مقومات اللعيبه هنا واللعيبه هنا هتتسيد الموقف من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، والا مش تبقى مباراه كبيره. صح. ما بيحصلش الكلام ده غير نادرا جدا. جدا ممكن تبقى بدايه النهارده كانت لصالح سموحه يعني استغلها وقدر يجيب جول، لكن في النهايه انت بتتكلم بشكل اجمالي طبعا الاهلي الشوط الثاني احسن كتير، احنا الشوط الثاني احسن كتير الحمد لله طبعا زي ما قلت لك على النتيجه، وده مهم جدا لان انت برضه كنت داخل على فرقه عندها دوافع ثانيه كمان، يعني مش عندها شخصيه بس في الملعب وعندها لعيبه كويسه بس، عندها دوافع كمان، هي يعني عايزه تحقق مركز كويس في الجدول وعايزه تروح لمركز ارعد في الجدول، فعندها دوافع، انت كمان عايز تبعد شويه بالصداره، فكل دي كانت مباراه كبيره يعني. انا بقول ان فرقه سموحه من اشرف الفرق اللي موجوده في الدوري يعني. ايوه. كابتن سيد، عندكم ضغط ماتشات اليومين اللي جايين، النهارده لعبت مع سموحه في اسكندريه، هترجع او رجعتوا في للقاهره، عندكم تدريب بكره، عندكم مباراه يوم السبت في الكاس، بعديها بثلاث ايام مباراه اخرى في الدوري، هتتعاملوا ازاي مع ضغط الماتشات دي سواء في الكاس او في الدوري في ظل حاله اجهاد لعيبه النادي الاهلي طبعا من ضغط الماتشات؟ اعتقد الاهلي والزمالك اكتر فرقتين هيتعرضوا للضغط او الاجهاد ان هم بيشاركوا في افريقيا وبيشاركوا في الدوري وعندهم ماتشات كاس مصر. بص الحمد لله برضو عندنا الموضوع مش عايز اقول فيه اجهاد وفي ارهاق زي ما انت ذكرت من كثره الماتشات، لكن كمان عندك لعيبه بعدد كويس، النهارده الحمد لله دخل وليد بشكل كويس جدا، دخل تيفونا بشكل كويس، ودول بقى لهم فتره ما بيلعبوش بنفس الكميه اللي بياخدها الاخرون. أيه. عندك كمان الماتش الجاي بص تلاقي صبري عنده 3 اصدارات، هتلاقي احمد حجاز عنده 3 اصدارات، ففي عنصر او اثنين كمان داخلين، حته التدويره ديت رمضان الايقاف بتاعه طبعا الطرد بتاعه ده في ماتشين يعني صابر رحيل واحمد حجازه كابتن سيد 3 انذارات مش هيلعبوا ماتش الحرس في الكاس. مظبوط. مظبوط. النهارده وليد وايفونا يعني موجودين بشكل اساسي النهارده، مريحين، مش عايز اقول مريحين لكن لعبهم كان اقل من الباقي. ايوه. فحته التدويره ديت مهمه جدا، عشان كده بقول كل اللعيبه متاح قوي انها تلعب في اي وقت يا كابتن كريم، ومتاح جدا 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 ان الامور تتغير، واللي موجود واللي كان بعيد امبارح ممكن يبقى قريب النهارده. أيوة. واللي كان موجود النهارده ممكن ما يبقاش موجود بكره. فدي دي كوره، لكن المهم انت عندك الباقي على نفس المستوى ولا لا، اقول لك الحمد لله رب العالمين كل اللعيبه عندنا بشكل واحد. سمعتك من شويه وانا جاي في العربيه كده في الراديو لما توجه لك سؤال. ايه عجبتك؟ ايه؟ عجبتك؟ عجبتني والله فعلا، رديت بشكل كويس قوي على موضوع احمد الشيخ،
ان احمد الشيخ انت اتسالت يعني احمد الشيخ هيمشي جاي له ما بيلعبش فالنادي الاهلي مش محتاجه، فانت قلت لا ده يعني احمد الشيخ لعيب صغير النادي الاهلي جايبه متعاقد معاه 5 سنين، مش شرط ان انا استخدمه السنه دي، ممكن في مرحله من المراحل مستواه يرتفع، في لعيب في مكانه مثلا بيلعب هو فعنده فرصه في اوقات ثانيه، مش لازم يعني اول ما يجي يلعب هو عنده يعني سنه صغير، بس هو الولد عنده احباط شويه يا كابتن سيد، يعني برضه انا يعني مش هختلف معاك ولكن هزود لك حته ان هو عنده احباط ان هو كان متخيل هيجي الاهلي هيلعب وهيكون برضه اسمه بيكبر زي ما كان في نادي مصر المقص. بص يا كابتن كريم، دايما اللي عايز يبقى لعيب كبير وعايز يبقى نجم كبير يقيس المرحله بتاعت عمره في الملاعب ككل، مش جزء مش نقطه في 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 في, في في الكتاب او نقطه في الصفحه زي ما بيقول او جمله في الصفحه، لازم يقيسها كتير. النهارده انت بتتكلم في مستقبل وبتتكلم في نجوميه، فلازم كل يوم بيعدي عليك تتعلم منه، ما يبقاش حتى الموضوع موضوع لعب وخلاص يعني. تمام، النادي الاهلي نادي كبير جدا، نادي كبير جدا، فانت لما تيجي تلعب في ممكن في الاول ما تبقاش بشكل اساسي ولا مستمر، تمام، لكن مهم جدا 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 الاستمراريه، مش مهم مين لعب الاول او مين لعب قد ايه في الاول، قد ما مهم جدا مين استمر، ده مهم جدا في المفهوم ان مين يستمر سنه واثنين وثلاثه وعشره تمام وكمل. في ناس حسب شخصياتها وحسب برضه قدراتها ممكن من اول وهله كده تقوم لعبه والدنيا ماشيه كويس، في ناس ممكن تاخد وقت شويه تمام، لكن في النهايه اللي ياخد وقت ده اتعلم في الوقت ده ايه؟ اتعلم ايه؟ يعني هل الموضوع يعني دماغه كانت مساعداه ان هو يستمر بشكل كويس ويستخدم الاجابات اللي اتعلمها في مستقبله، ولا بيجي له زي ما انت ذكرت كده مثلا حد يجي له نوع من الاحباط فيستسلم يعني. والكوره ما بتستناش حد، بالعكس احمد لعيب كويس جدا ولعيب له يعني. وانا عندي برضه معلومات وسامع ان مستر مارتي اليوم معجب بيه، بس شايف ان قدامه فتره شويه عقبال ما يعني مش يجهز ياخد الخبرات ويقدر يحط نفسه بشكل اساسي في الاهلي. خلي بالك بس الكوره فيها متغيرات كتير قوي، يعني الكوره فيها متغيرات كتير قوي، ممكن تلاقي بكره الدنيا اختلفت خالص. يعني انت لو اول السنه مثلا يعني في السنه دي هتلاقي ناس كتير جدا كانت بتقول فلان هيمشي وفلان مش عارف ايه وفلان رايح فين وعروض منين وعروض منين، وبعدين الدنيا هديت خالص. الكوره فيها جديد، الكوره زي الدنيا بالظبط، كل يوم فيها جديد ومحدش بيستنى حد ومحدش ما بتقفش على حد. ايوه كابتن سيد، امبارح كان معايا الحاج محمد عبد الوهاب على التليفون فبساله على ماتش روما، قال لي لسه ما وقعناش العقد لكن المباراه خلاص يعني اتفقنا وكل حاجه، ناقص توقيع الرسمي لخوض مباراه روما والاهلي في دبي ان شاء الله. بص احنا على مستوى الجهاز الفني، انت عارف في تخصصات عندنا في النادي. أيوه. على مستوى الجهاز الفني جالنا الجدول خلاص، اللي هو عندنا مباراه يوم 17 5 مع الانتاج الحربي، يوم 25/5 مع المقاولين العرب. تمام. فبالنسبه لنا الميعاد المقترح اللي هو يوم 20 فنيا ما عندناش اي ازمه فيه. تمام؟ تبقى الامور التعاقديه دي مش عندنا في جهاز الكوره او مش عندنا في فرقه الكوره او ده مجلس الاداره يعني؟ لا ده كابتن زيزو بقى. كابتن زيزو. لكن انت اللي عندك ان المباراه اوكي الامور تمام ولا لسه؟ ما تبلغتش؟ لما اتعرض علينا الموقف خلاص احنا موافقين. تمام. لكن الامور التعاقديه بقى، الحاجات الماليه، الحاجات التنظيميه دي عند كابتن زيزو مدير القطاع وكونتراكت. تمام. والله تم تفعيل الموضوع بشكل رسمي يعني، خلاص احنا كده موافقين. تمام. في اي حاجه ثانيه دي خلاص ما عندناش مشكله برضه. تمام، بشكرك كابتن سيد ومبروك الفوز النهارده للنادي الاهلي. بنشكر